إليكم صورة حية بالفيديو من تكبيرات العيد وصلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021 من المسجد الأقصى. تابعوا معنا التقرير والفيديو للنهاية. قد أدى نحو 100,000 فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى صباح يوم الخميس، وهذا وفق ما أعلنته وزارة الأوافي الإسلامية في القدس. فقد قدم المصلين من مدينة القدس والبلدات الفلسطينية بجوارها وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب اشتراطات دخول كبار السن فقط، حيث بدأ المصلون بالتواجد في باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر للمشاركة في صلاة العيد، بالرغم من أعمال العنف اللي شهدتها القدس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان. شاركت الجموع بأداء صلاة الغائب حدادا على من قتلوا في أحداث العنف في الأيام القليلة الماضية. وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم إن شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة اللي بيتعرض لها، حيث أقام عشرات المقدسين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد بأمر من السلطات الإسرائيلية. وعلى تكبيرات العيد وسط حشود المصلين تزامنا مع هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك بعد تضييقات على الصلوات الخمسة فرضها وباء كورونا العام الماضي، في حين ما زالت بعض الدول تفرض شروطا على الصلوات العامة بمناسبة الظروف الوبائية.